نظمت وزارة الشباب والرياضة النهاردة مهرجان للدراجات من محور رود الفرج لاستاد القاهرة الدولي تحت شعار رياضتي درجتي. طبعا اختيار محور رود الفرج انه يكون محور الانطلاق لاستاد القاهرة ده لانه واحد من اهم المشروعات اللي انجزتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة. بنحتفل كلنا مع كل شباب مصر بإنجاز كبير من ضمن إنجازات مصر العظيمة وبقيادتها السياسية والمشاريع القومية الكبيرة. كل شباب مصر النهاردة البايكرز اللي بيركبوا الدراجات والدراجات البخارية مع إدارة طبعا الإدارة المركزية للتنمية الرياضية. احنا موجودين على كوبري رود الفرج، كوبري كبير جدا والعظيم اللي اخد يعني ريكورد عالي جدا في جينيس ريكورد، وكمان من ضمن حملة ترويج لكأس الأمم الأفريقية. وكمان احنا يعني في مبادرات هي مكملة مرتبطة بالرياضة والرياضة والصحة والمشروع القومي للرياضة. النهاردة مسيرة دراجات مع البايك بحيث برضو نظهر الوجه الحضاري لمصر من خلال محور رود الفرج، زي ما حضرتك شايف المحور وجمال المحور، فده حدث تاريخي طبعا لازم نظهره للمصريين كلهم. النهاردة بنحاول نقدم رسالة للعالم في ظل أكبر حدث مهم جدا تشهده مصر وأفريقيا بمشاركة 24 منتخب، وهذه الرسالة مش تنظيم كأس الأمم الأفريقية فقط، ولكن مصر بالتأكيد بخطوات متسارعة تستطيع إن شاء الله في يوم من الأيام تقدم أكبر تنظيم لأكبر حدث على مستوى العالم. ده ايفنت دراجت رياضتي، خط السير من كوبري تحيا مصر من محور رود الفرج لحد استاد القاهرة، وهيكون تشجيعا لكأس الأمم الأفريقية اللي جايين فيه. هي هواية أنا بحبها جدا وفي نفس الوقت بتعكس الصورة برة، هي كده كده البايكرز والجروبات دي حاجة موجودة في كل العالم كله، فاحنا بنحاول نطلع بشكل لائق بايكرز مصريين قدام باقي الدول وقدام باقي الناس. احنا حوالي 20 جروب، تمام، كل جروب لا يقل عن 200 بايكرز. بنشارك عشان ننقل صورة مشرفة للبلد قدام العالم كله، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبين ان البايكرز دي حاجة كويسة فيها تنظيم. الاتحاد المصري للدراجات النهاردة طبعا دوره أكتف جدا، انه في وجود الحكام، في الأرقام، في النتائج، في تسليم الجوائز. احنا طول عمرنا طبعا بنعمل مع وزارة الشباب حاجات زي كده، وطول عمرنا فخورين بحاجة زي كده يعني، ودول عمرنا بنبقى مبسوطين ان احنا بنعمل حاجة للبلد زي كده يعني، والحمد لله يعني دي مش أول مرة، دي المرة الرابعة والخامسة لينا يعني.